السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل. الفنانة المغربية لطيفة رأفت تتدخل في موضوع دنيا بطمة وسعيدة شرف، فخليكم معايا اخوتي باش تعرفوا على التفاصيل وتسمعوا الفنانة المغربية لطيفة رأفت نزلات على الحساب ديالها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. فكيف ما كتعرفوا اخوتي باللي نايضه ما بين الفنانه دنيا باطمه والفنانه سعيده شرف، هذه كتحط ستوري كتنوض الاخرى حتى هي كتحط ستوري اخر اللي كتكذبها فيه، وشفنا البث المباشر اللي خرجت به دنيا باطمه على الحساب ديالها واللي خلق ضجه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت انا بريئه من حساب حمزه من بيبي. فسعيده شرف خرجت حتى هي بستوريات اخرين اللي كذبتها فيهم، وسعيده البارح نزلت ستوري اللي خلق ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي اللي كتقول فيه: أتشرف أنا الفنانة المغربية سعيدة شرف بدعوة كافة المنابر الإعلامية المغربية والعربية المتواجدة بالمغرب لحضور وتغطية الندوة الصحفية ندوة الحقيقة الصادمة، وذلك يوم الأربعاء المقبل بفندق أونومو بمدينة الدار البيضاء على الساعة 4 مساء، وتقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير، كلنا سواسية تحت القانون، الله الوطن الملك سعيدة شرف. فكيف ما سمعتوا اخوتي بلي الفنانة سعيدة شرف قالت بلي غدا غادي دير ندوة صحفية واللي سمتها ندوة الحقيقة الصادمة، فهاد البوست ديال سعيدة شرف انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وخلق ضجة، وبزاف ديال الناس بغاو دير بث مباشر على الحساب ديالها في الانستغرام، لكن هي فضلت انها دير ندوة صحفية. فبزاف ديال الناس اللي ما عجبهمش هادشي اللي واقع ما بين دنيا باطمه وسعيده شرف، وكيقولوا لهم نعلو الشيطان وحشومه، نتوما فنانات كبار اللي كتمثلوا المغرب حشومه ديروا هادشي. فمنهم الفنانه المغربيه لطيفه رأفت اللي كتدخل على الخط ونزلت البارح ستوري على الحساب ديالها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام اللي كتقول فيه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين، صدق الله العظيم، لنتجاوز الصراعات ونعيش في سلم وسلام، لنكن قدوة التسامح ونسعى لاستحضار الخير والفن الجميل في هذا الطريق المشترك، اللهم ألف بين قلوب جميع خلقك، إن الله مع الصابرين. فكيف ما سمعتوا أخوتي الفنانة المغربية لطيفة رأفت قالت لهم حشومة أنتم فنانات وجمعكم هذا الميدان ديال الفن، خاصكم تكونوا قدوة للتسامح والخير وبركة من المضاربات وعيشوا في سلم وسلام. وفي الأخير دعس معاهم، فالله يهدي النفوس والله يدير سوين ديال الخير. فكنتظر أخوتي تعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع. شكرا على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.